النهاردة خلود نادر، أرحب بيكي في البداية من جولدن مصر. أهلا وسهلا بيكي، وبقول لك مبروك النهاردة على افتتاح قناة راديو جديدة شعبي اف ام، وبهنيكي طبعا على برنامج أوقات. تكلميني النهاردة على افتتاح الراديو، تكلميني عن أوقات شعبي اف ام. أنا مبسوطة جدا جدا إن افتتح القناة أو محطة طبعا إذاعية. أكيد شعبي لأول مرة، دي حاجة حلوة جدا إن شعبي اف ام أغاني شعبي بس دي لأول مرة، وده تراثنا فلازم طبعا يعني نحتفي بيه، ولازم إن احنا نذيعه طول الوقت، وبعدين الجمهور كبير جدا الشعبي، فأنا مبسوطة أوي إن النهاردة شعبي اف ام، وبعدين معانا كمان في شبكة واحدة يعني كلنا مع بعض، إن شاء الله ربنا يوفقنا كلنا مع بعض إن شاء الله. طب وبرنامج أوقات؟ استنوكم كل الاثنين والخميس من الساعة 8 لحد الساعة 10 على نغمة اف ام 105.3. أوقات دايما بحب أجدد فيه، دايما بحب أجيب لكم في الجديد، فيا رب أكون عند حسن ظن الناس، ويا رب الناس يكون عاجبها الفرايتي ده، لأن إحنا عندنا فقرات كتير قوي، فيا رب يكون يعني ناكل عند حسن ظن الناس كلها. وتقريبا بقالنا سنة ونص في أوقات، فيا رب يكون يعني عمل حاجة. فقرات كتيرة جدا متنوعة، في فقرة عن الزمن الجميل أيامنا الحلوة، في فقرة عن المزيكا بس من غير ما تغني، فدي بتغذي الروح وبتغذي الإحساس، لأن انت ممكن تسمعي مزيكا بس من غير ما تغني، فدي حاجة برضه الحمد لله كانت مختلفة في الفقرات. في كمان فقرة تقول اللي تقوله، الناس بتفضفض فيه بيقولوا كل اللي هم عايزين يقولوه ونسمعهم، وأحيانا بيكون الفقرة دي خدمية، لأن ساعات بيبقى ناس محتاجة يعني خدمة أو كده، فحد بيطلع معايا على الهواء، فألاقي حد تاني بيطلع وبيتكلم معانا على التليفون على الهواء عايز يخدم الحد ده اللي هو محتاج الخدمة دي. فبحاول على قد ما أقدر أقدم لكم حاجة مفيدة وفي نفس الوقت ترفيهية، يا رب أكون بقدمها حلو يعني. كلنا مستمتعين بيها، وميرسي للإذاعية خلود نادر، وبحييكي ومن نجاح لنجاح دايما يا رب، ومبروك دبنورك. ميرسي، الله يبارك فيك. ميرسي، ألف مبروك. شكرا.